السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون فتح صندوق ومراجعة للساعة الذكية W15. هذه الساعة تعتبر من الساعات الرخيصة واللي مواصفاتها تكون جيدة نوعا ما. طبعا هذه الساعة ممكن نربطها مع أي جهاز موبايل وتحتوي على مجموعة من المميزات. الساعة متوفرة بألوان وأشكال مختلفة. هذه الساعة وهذا الكابل اللي أستخدمه لشحن الساعة ونقل الملفات إلى الساعة، وممكن أستخدمها كـ USB فلاش أو أستخدمها كمسجل للصوت، ويتم توصيلها مع الموبايل عن طريق البلوتوث مثل الساعة اللي تم شرحها في فيديوهات سابقة. الرابط الخاص بالساعة السابقة موجود أسفل وصف الفيديو، وأيضا أستخدمها بتشغيل الملفات الموسيقية. أيضا أقدر أستخدمها للرد على المكالمات اللي توصل للجهاز وأطلع على رسائل الـ SMS. أستخدمها كتايمر. بالنسبة للساعة من الخارج عندي في هذا المنفذ، أستخدمه بشحن الساعة ونقل الملفات إلى الساعة، وهذا الزر خاص بتشغيل الساعة. طيب أقوم بتشغيل الساعة. هذه الساعة هنا أنا أقدر أضبط البلوتوث، الضبط العام للساعة، اللغة، الوقت، الإشعارات. طبعا الإشعارات من يتم توصيلها مع الموبايل، إذا وصلتك أي رسالة أو إشعار على الفيسبوك الساعة راح تصدر صوت أو اهتزاز. أيضا أستخدمها كعداد للخطوات، تشغيل الملفات الموسيقية، أستخدمها كمنبه، أستخدمها كمسجل للصوت، أستخدمها كتايمر. وهذه الساعة W15 بشكل عام. طبعا ممكن شراء الساعة من موقع جيربيست، الرابط الخاص بالشراء موجود أسفل وصف الفيديو. وبالنسبة لسعر الساعة بحدود $25 أو $30. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي. بنهاية كلامي تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.